هيدا بينا طلع تحت الجسر سكر عديدة تحت هيدا حيط سكر واحد هيدا مبنى كمان عم يتعمر على الشاطئ تحت الشارع. يعني كيف بيعملوا تحت الشوارع بدل على حسن تخطيط عظيم من البلديات والتنظيم المدني وغيره واللي سامح لهم. السؤال بيبقى هون، شو هالتراجعات عن الأملاك العامة البحرية؟ تمرين البحث ليعملوا فيلا بلا اي تراجعات، هل في مرسوم؟ ما الارجح ما في مرسوم بطبيعه الحال من وزاره الاشغال، لانه ما في حكومه اصلا وما بظن مرق شيء على البحر مراسيم جديده، فهيك بيعمروا. سؤال برسم المعنيين. بتطلع بالميل الثاني كمان نفس المنطق بس كانوا عاملين كامب سول، ونفس المنطق شوف السرور كيف حاطين عليهم بالضبط مقربين على الشط وكمان على البحر. في عالم اشتروا عيارات المجاورة لهالشط وعم بيجربوا، صلن من قبل وهلأ حتى عم بيجربوا يسكروا على العالم. تم تفكيك حيط الدعم من الأشخاص اللي حابين يستثمروا هون، قال عم بيزبطوه بس هو ما بشي وأصلا مش من صلاحياتهم، هيدا من صلاحيات وزارة الأشغال. I'm gonna go.